ربنا يا رب يجعلك في الخير عليك. اللهم امين يا رب. يكرمك يا رب. والله العظيم زي الفل. بس المشكلة بقى في الكهرباء. واد مش مشكلة، ما كل حاجة هتتعمل، وانت بس يا رب مالكش دعوة، نعمل لك كل حاجة. تسلمي لي يا رب، يا ربنا ما يحرمني منك يا اختي يا رب. كده ذوقك حلو وقمر، بس يعني خير؟ في حاجة الشقة، في حاجة عايزة تتظبط؟ لا خالص، الشقة جميلة وزي الفل، كفاية ان هي ذوقك يا قلبي، بس انا يعني بتكلم على اللي هتقعد فيها. لا ما تعمليش كده، ما انت عارف ان انا ما لازم تبقى في اخر الدنيا كده. لا والله يا حبيبتي ولا اخر الدنيا ولا حاجة، وبعدين دي تملكه، هو حد لاقي في يا حبيبتي اللي يدور يلاقي؟ اكيد طبعا يا حبيبتي اللي يدور يلاقي، بس انت عارفة ازمة السكن اليومين دول، وعارفة المشاكل، خصوصا كمان ان الشقة ما لهاش مشاكل ولا عليها ازالة ولا اي حاجة، الحمد لله. لا يا حبيبي، وانت صادق، دي اقدام اقدام، بس انت هتفضل اهبل كده طول عمرك. منورانا منورك. واضح يا حبيبي. خشي خشي اتفرجي اتفرجي على بقية الشقة. اتفرجي اتفرجي اتفرجي. مش قلت لك انا هاجر؟ انت خايف منها انت كمان؟ تعالى هنا. كانت مالها سندس صاحبتي؟ ها؟ تقدر تقول لي كانت مالها؟ بنت كويسة ومتربية وبنت ناس، كانت هتعيش معاك على الحلوة والمرة، مش العرقبة اللي انت جايبها لنا دي. دي بعد شوية تيجي تقول لك لا أنا الأكل ده ما كنتش باكله في بيت بابي، لا أنا لبس ده ما كنتش بلبسه في بيت بابي، وهتقرفك وهتطلع عينك. ده أنت اللي تعبرك ما سمعت كلامي في حاجة، وأنا مش خايفة على مصلحتك، كانتك وكسة وكسوة، أنت كده خايف طول عمرك. أنا قرف، أنا قرفت منك والله. وخلصنا بقى عشان نقول في الستين داهية ونمشي. بنت لو فتحت بقها دي على بقها، أنت فاهم؟ دي بنت مايعة كده، دي كلها كده عايزة تعديل من أول وجديد. عايزة تعديل؟ ما فعلا عايزة تعديل، ما في حاجات كتير مش عاجباني. خير يا حبيبتي؟ أي حاجة مش عاجباكي نعدلها. لا والله أنا شايفة إن الشقة حلوة وبعدين عاجباني أوي، بس أنا اللي هعيش فيها؟ لا يا حبيبتي، ما طبعا هتعيشي فيها يا حبيبة قلبي، بس دي شقة أخويا حبيبي، وبعدين هو ما قالكيش إن هو هيكتبها باسمي ولا إيه؟ وليه ما يكتبهاش باسم انا؟ مش انا حبيبته وهبقى مراته؟ لا اصل دي وصيه ماما الله يرحمها، مش عايزين نكسر الوصيه ولا ايه؟ ما تقولناها يا حسن. ماما مش قلنا بلاش نفتح الموضوع ده وقت دلوقتي؟ يعني كنت مخبي عليا يا حسن وبتخوني معاها؟ اخونك مع اختي ازاي؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ طبعا هتفهمها ولا فهمها انا؟ يا جماعه احنا جايين نتفرج على الشقه، مش جايين نتخانق. وبعدين تعالوا تعالوا نتفرج على بقيه الشقه. تعالي اتفضلي اتفضلي. قلبي يا مرات اخويا اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن شر حاسد اذا حسد. يلا يا حبيبي. يا نهار ابيض، امسكي نفسك امسكي نفسك. ومن شر حاسد اذا حسد. الله حلوه قوي الاوضه دي. دي بقى يا حسن تبقى اوضه المعيشه، ونديها بهبهاني الاوضه بتاعتي. فاكر صح المعرض بتاع الواد عبد الله؟ انا اسف يا بابا على اختي. ايه؟ اسف يا بابا. ما تكملش ما تكملش، مش عايزه اسمع، مش عايزه. اكيد يا حسن، بعد كل اللي انا عملته عشانك يا حسن، وظهر الليالي وسندوتشات المنشور يا حسن، خلاص 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 بقى خلاص 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 خلاص. انا عشان طريقك بتعملوا معايا كده، حطيت عليا كده يا خلاص خلاص يا اختي خلاص. انا غلبانه يا خلاص، معلش حقك عليا، حسيت ليا. وبعدين ما يمكنش اخش اعيش في مشاكل من اولها. انا شقتي قديمه يا حسن؟ لا. انا قرص جلة يا حسن؟ لا. انت بتحبها عشان اختك يا حسن؟ لا. يبقى ما بقتش تحبني بقى؟ لا. انا بشكرها وبتزكي وتفرق نفسها ورايح بتعتذر لها. انا نفسي اعرف انت طالع خريب كده ليه؟ هو بيحبني ومش بيحب يزعلني. الله يرحمك يا رب. كويس انه مات وما عادش حد ليه، ما كان مات تاني والله، علشان ما يشوفش حاله في العار، وهو بيفرط في شرفه. يا بس افرط في شرف ايه؟ ايه العقل اللي انت بتقوليه ده؟ ما يصحش طبعا، كلامي مش عاجبك طبعا. يا جماعه مش كده بقى، حرام عليكم بقى. طب ايه اللي يرضيكي؟ بص بقى، الشقه مش عاجباني، في شقه بابا ماما احلى من دي بكتير، ولا عشان نبقى نجيبه من دمياط. وانا بقى الشقه عاجباني، وكفايه يا حبيبي انا
صب للكمبيوتر خلاص خلاص يا جماعه مش لازم تقفلها على الواحده عديها وانت يا اختي وانت يا اختي خلاص عديها بقى خلي الامور تمشي مش كده ماشي يا حسن بس انا هجيب الفرش كله وافرش على مزاجي ماشي كده بقى ترد جميع الاطراف ماشي يا رب بس ما يكونش في حد متضايق موافقه يا رب تكوني راضيه ايوه كده يا حبيبتي عملت هي دي ربنا اخويا يا ناس هي دي تعالى بقى اوريكي البيت الشقه سبحان الله في الاحوال ما كناش فاهمين بعض من شويه انا اختي طيبه صحيح بس لسانها طويل حبتين حسن يلا نمشي ويلا نسافر عيني لوحدهم طيب بقول لك ايه هو ايه رايك نجيب برواز نحطه على الحيطه دي دي هتبقى لنا حاجه ايه ده لا طبعا لا ده قرف مفيش ذوق خالص كده في الاختيارات ايه يا هاجر انت بلدي قوي بلدي